اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج العالم يغني. بنستنى حضراتكم كل يوم حد زي دلوقتي علشان نقدم مجموعه من الاغاني اللي ان شاء الله تنول اعجابكم، وكمان فقره الفيسبوك اللي حضراتكم بتختاروا فيها الاغنيه. هنبدا حالا حلقتنا باغنيه لفريق سترينجز، الاغنيه اسمها هم صفاء. الاغنيه وصلنا مع حضراتكم لبيونسي. بيونسي هنسمع لها أغنية ديفا، لكن هنتكلم شوية عنها في حياتها الشخصية. حياتها الشخصية شهدت مؤخرا مع واحدة صاحبتها في بيفرلي هيلز، راكبين عربية مكشوفة وكانت مغطية شعرها ولابسة الكمامة، ملتزمة جدا بالإجراءات الصحية. كمان الجانب الإنساني في حياة بيونسي هو إنها كانت فكرت في إنها تدعم أصحاب المهن الغير منتظمة، بتدعمهم بأنها اتبرعت بمبلغ 6 مليون دولار لهذه الفئة من الناس، وده بيدل على إنها إنسانة بتشعر بالآخرين، وإحنا كمان بنشعر بيها جدا. عشان كده هنقدم لها دلوقتي أغنية ديفا، نشوفها مع بعض ونرجع تاني. هنقدم لحضراتكم دلوقتي أغنية لريانا. ريانا هي مطربة من أصول غير أمريكية، بلدها موطنها الأصلي هو باربادوس. هنقدم لها أغنية دلوقتي، لكننا دلوقتي هنتكلم عن أخبارها. وأخبارها مؤخرا إن والدها أصيب بفيروس كورونا، وهي عملت له حجر صحي في البيت، وهي كانت بترعاه واشترت له جهاز تنفس صناعي في البيت، بدأت إنها تديله الأدوية بانتظام. بعد كده اتبرعت لموطنها الأصلي باربادوس بمبلغ 5 مليون دولار لدعم الدولة في مكافحة فيروس كورونا. الحمد لله باباها خف بعد ما كمان عملت له عزل لمدة 14 يوم في البيت. وعشان كده احنا بنتكلم الحقيقة عن الفنانين اللي بيكونوا عندهم انتماء وولاء لبلادهم، بيحاولوا انهم يسندوها في اي مشكلة زي ما عملت ريانا. دلوقتي هنقدم لها اغنية بعنوان Wait Your Turn and Heart. نرجع تاني. It's just the way the game is played. With a grenade, make your way if you're feeling brave. There's so much power in my name. If you pop up and you're sitting steady, I'm gonna do the wave. I'm such a freaking lady. You don't have to be so afraid. Cause I got room upon my team. Prepare my whole life. It's just the way the game is played. Is this that you just wait your turn?
وصلنا مع حضراتكم لأغنية ليدي جاجا وألبوم كروماتيكا. الألبوم ده كانت بتستعد لأنها تطرحه في الأسواق في شهر إبريل، لكن مع وجود جائحة كورونا فكرت أنها تأجل إصدار الألبوم، لكنها اضطرت أنها تقدمه مؤخراً. الألبوم ده بعد فترة توقف كبيرة جدا لليدي جاجا، وكمان بتفاجئ جمهورها بمجموعة من المفاجآت داخل الألبوم، منها مثلا إنها بتعمل دويتو غنائي مع السير ألتون جون، كمان بتعمل أغنية مميزة جدا مع المطربة الشابة أريانا جراند. خلينا نخرج نشوف ليدي جاجا ونرجع مرة تانية.
myself a good home. And I'll never love again him. I'll never write a song, won't even sing along. I'll never love again. So speechless, why are you so speechless? Oh, اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. وصلنا مع حضراتكم لفقرة الفيسبوك. موقعنا على الفيسبوك او صفحتنا الخاصة بالبرنامج اسمها العالم يغني on channel 2، طبعا باللغة الانجليزية. حضراتكم بتخشوا على الصفحة، بتسيبونا ارائكم واختياراتكم للاغنية اللي تحبوا انكم تشاهدوها من خلال حلقتنا. كمان لو في اي اقتراحات ممكن انكم تحبوا تشوفوها في العالم يغني، ممكن انكم برضو تسيبوها لنا على صفحتنا العالم يغني on channel 2. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم اغنية لجاكوب دايلن، الاغنية اسمها Evil is Alive and Well. خلينا نشوف ايه حكاية ايفل ونرجع معها. اللي هنختم بيها حلقتنا مع حضراتكم هي جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز مطربة محبوبة جدا، والمشاهدين كمان بيحبوا انهم يتابعوا اخبارها الشخصية، علشان كده هي نزلت على صفحتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليها مع بنتها. بنتها لسه صغيرة، لم تتجاوز 10 سنوات تقريبا. كمان بتتكلم عن ان بنتها هتصدر اول كتاب ليها في مجموعة من المؤلفات الصغيرة. كمان الكتاب تم يعني تحديد موعد لصدوره يوم 29 سبتمبر السنة دي ان شاء الله. وبتحاول انها من خلال الكتاب يكون في رسومات كرتونية تتحول لشخصيات كرتونية، لان ده هيساعد الاطفال انها تتفاعل مع الكتاب، وكمان هيكون فرصة لان الناس تشجع اولادها وبناتها على انهم يكتشفوا مواهبهم. ده كانت اخبار جينيفر لوبيز. لكن دلوقتي هنخرج مع حضراتكم نشوف اغنية ليها، الاغنية بعنوان Let's Get Loud. شوف الاغنية ونرجع تاني. خلصت حلقتنا بسرعة مع حضراتكم، كانت مجموعة من الأغاني اللي قدمناها، كمان مجموعة من أخبار المشاهير اللي حضراتكم بتحبوا أنكم تعرفوها. النهاردة العالم يغني كان في مجموعة من الأغاني لبيونسي، كمان جينيفر لوبيز، ريانا، وليدي جاجا. بكده خلصت حلقتنا، استنونا الأسبوع الجاي مع العالم يغني.